احنا كالعادة بقى نروح إلى جرافيك هذه المباراة. أبطال الدوري العام المصري، والله يا سمير أنت عارف لما بتعرضوا الحاجات دي، صعب يعني يا جماعة، الحاجات دي الأرقام دي بتبقى صعبة جدا. الفريق النادي الأهلي 41 مرة، النادي الأهلي كان الوصيف 11 مرة فقط. نادي الزمالك هو الفريق الثاني، المفروض تكتبه حسام عاشور، ما بين قوسين نادي الزمالك بعد نادي الزمالك تكتبه حسام عاشور، 12 مرة و34 مرة، ده بالنسبة لنادي الزمالك الوصيف. بالنسبة للنادي الإسماعيلي 3 مرات البطل و6 مرات الوصيف، بالنسبة لنادي الترسانة مرة واحدة البطل و5 مرات الوصيف، أما غزل المحلة في المركز الخامس مرة واحدة البطل ومرة واحدة الوصيف. النادي الأولمبي العظيم تاني أقدم الأندية المصرية بعد نادي السكة الحديد مرة واحدة البطل، ونادي المقاولين العرب مرة واحدة البطل. أعضاء نادي المئة بالدوري المصري، كابتن حسن الشاذلي 173 هدف، كابتن حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة اليوم 168 هدف، كابتن سيد الدزوي 130 هدف، كابتن مصطفى رياض 123 هدف، كابتن محمود الخطيب 109 هدف، كابتن أحمد الكاس 107 هدف، كابتن محمد أبو تريكة 106، كابتن جمال عبد الحميد 101. النهاردة أولى افتتاحية الدوري العام المصري بالنسبة للنادي الأهلي، الدوري اللي بدأ يوم 21/9 من يومين يوم السبت الماضي، النهاردة الاثنين 23 سبتمبر 2019 في مباراتين، النهاردة مباراة السموحة والنادي الأهلي في الأسبوع الأول وهتبدأ في تمام الساعة 5:30، أما مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ستبدأ في تمام الساعة 8:00، وبكده ينتهي الأسبوع الأول. الدوري العام المصري موسم 2019-2020، نتائج مباريات الأسبوع الأول قبل مباراتي اليوم. طلائع الجيش بيهزم من نادي المقاولين العرب بهدف مقابل لا شيء، والإسماعيلي بيفوز على الجونة بهدف مقابل لا شيء، وبيراميدز في واحدة من أقوى مبارياته في الفترة الأخيرة بيفوز على إنبي برباعية مقابل لا شيء. كانت هذه المباريات يوم السبت 21 سبتمبر. أما الأحد 22 سبتمبر أسوان بيهزم من مصر المقصة 3-2 في واحدة، أيضا من أحلى المباريات على الرغم أنها لم تذاع، ولكن الأخبار اللي جات لنا من هناك كده. الإنتاج الحربي بيفوز على نادي مصر 3-0، ووادي دجلة بيهزم من طنطا المجتهد بهدف مقابل لا شيء، والمصري البورسعيدي بيتعادل إيجابيا مع حرس الحدود. قائمة فريق النادي الأهلي لمباراة اليوم: الشناوي وإكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، علي معلول، أيمن أشرف، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو ديانج، ومروان محسن، وصلاح محسن، وجونيور أجايي، والمدير الفني ريني فايل. أما قائمة فريق نادي سموحة: الهاني سليمان وعمر صلاح وحسن تيمور ورجب نبيل وكريم يحيى ومحمود عزت وأحمد أبو الفتوح ومحمد الترهوني ومحمد كوفي ومحمد حليم. أما خط الوسط: فارس مجاهد وهو لاعب صغير السن، وشريف رضا، ويوسف أيوب، وأحمد حمص، وإيدي إمومو، وإسلام الفار، وإسلام جمال، وفوزي الحناوي. أما خط الهجوم: محمد جمال، حسام حسن، أحمد حسن ميكي، رونالد وانجا. أما المدير الفني لفريق نادي سموحة النجم الكبير كابتن حسام حسن. تاريخ مواجهات النادي الأهلي ضد نادي سموحة: النادي الأهلي لعب 18 مباراة، فاز النادي الأهلي في 10 مباريات، تعادل في 6 مباريات، هزم في مباراتين. النادي الأهلي له 27 هدف عليه 15 هدف. طاقم تحكيم لهذه المباراة: كابتن أحمد الغندور حكما للساحة، وأحمد حسام طه حكم مساعد، وكابتن سامي هلهل أيضا حكم مساعد. أما الحكم الرابع كابتن محمد عباس قبيل، وتم إلغاء زي ما طلبنا هنا في ملعب الأهلي الحكم الخامس.